السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما مع جديد مع لطوفة. إن شاء الله اليوم غنشارك معكم الجولة ديالي في مدينة إسكيشاهير. هاد مدينة إسكيشاهير تسمى بمدينة الطلبة، نظرا للطلاب بزاف أنهم كيجيو ليها، وكذلك الموجود فيها هو أنه فيها الطلبة كيجيو ليها، الأكل كيكون رخيص، كذلك الكراء رخيص، وكيلقاو المسكن بسرعة. اللي لفت الانتباه ديالي هو انه هذه المدينه موجود فيها الاكثر اكثر اكثر عرب، يعني اكثر العرب اللي من الدول العربيه كمثال العراقيين موجودين هنا في هذه المدينه. فالجوله ديالي اليوم غادي نخليكم انه تستكشفوا معايا هذه المدينه، وكذلك بعض الاشياء اللي هي جميله جدا اللي لقيناها هنا. فابقوا معايا مرة نتوقف معكم. هنا هذا المكان كما غتشوفوا معايا هو عباره على واحد الممر انسدامبون، هذا اللي كيشبهوه بالممر الموجود في ايطاليا، وهذا الممر يسمى بممر فينيسيا. هانتوما خليكم معايا استمتعوا بهذا المنظر. هذا على هاد لو بون، هو طويل على امد البعيد. هنا كيكونوا احيانا كيديروا دوك لي بتي باطو، حنا ما لقيناهمش، يكونوا في الاول ديال هاد في الاول ديالو ديال واحد لي بتي باطو اللي كيركبوا فيهم وكيساريهم على واحد المسافه ديال هاد الممر، فكيساريهم كيدو حتى على الراس وغادي يرجعهم معاك. للاسف حنا لقيناهم ما شافوهمش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما مع الجديد، دائما في إطار الجولة اللي كنشارك معكم في تركيا. الآن أنا تم التوقف ديالي هنا في هذه الحديقة اللي هي رائعة وزوينة بزاف، اللي كتسمى حديقة صلاح الدين. Thank you.
نخرجوا من الطاي. هذا المكان كيتسمى فينيزيا أودون بازاري. شوفوا البنايات كيف الشكل ديالها، هذه راه قديمه جدا، كترجع لعصور قديمه، فخلوها على نفس الهندسه وعلى نفس الديكور. هذاك الشيء علاش كتسمى فينيزيا، كيمثلوها بالمنازل الموجودة في فينيسيا. شوف كيفاش سرقوها على نفس الديكور، كلهم تقريبا متشابهة. فهذا حي كله كيتسمى بفينيزيا. هذه أشياء كلها معمولة باليد، يعني اللي بغى يجي لهنا أنه يأخذ تذكار كهدية. كاين هاد ليطاس ديال القهوة اللي فيهم الاسم ديال إسكي شهير. هانتوما كما كتشوفوا هذه اشياء معموله باليد وكلها فيها ايات قرانيه. هادو هما الاشياء اللي كتمتاز بها هنا اسكي شهير.
هنا هذا المكان كيبيعوا فيه واحد بحال الشكل ديال المسمن، وهي هي من الصنع ديال ملي كيمتازوا بها هنا. ها انتم البنات كيفاش كتصنع هاد الكوز لومو. هذا من اختصاص هاد المدينة. يعني واخا تمشيو لمدينة اخرى اسكيشاهير هي اللي فيها الا تلقاو فيها، بالاخص انه نساء هما اللي كيصوبوها. كيفاش الصنع؟ وهاد الناس عرفتي دير فيهم واحد النوع ديال الدعابه، وواحد كثير نشيطين عندهم انرجي زوينه عندهم. هو المحل اللي كيصوب هاد اللي كنا عندهم دابا كوز لومو. من الاشياء اللي بهرتني بزاف هنا في اسكيشاهير، كاين في اسكيشاهير وكاين في انطاليا، انهم دايرين ليهم هاد لي بوست. يعني ملي كتكوني في الطريق كدايرين هاد لي بوست. ها هما شنو هادو كيديروا فيهم؟ مثلا عندك الحوايج قدامين وبغيتي انك تلوحو، مثلا دايرين هنا تلوحي سراول، تلوحي سبابا، تلوحي سيكان، هادو لا فيست، كل شيء هنا كيتلاح في هذا من الداخل. هنا كتحليه زيادة وكتلوحي فيه كتلوح فيه هذا من الداخل، هادشي كيتغوسيكلا كيعاود عاوتاني الانتاج ديال اشياء اخرى انهم كيستعملوا. فهذه فكره زوينه، كيتفادوا حتى انهم كيتلاح داكشي في الزنقه، ولا كتلقى في شي كونت شي واحد لا يحميك معمر فيها الملابس قديمه. مكان كذلك هنا دايرينو خاص اللي بغى انه يصلي، فكيجي هنا كاينه حديقه، وحدة الحديقه دايرين هذا المكان من اجل الوضوء اللي غادي يصلي. دايرين كريسات فدي اشياء زوينه عجبتني ديال الغوسيكلاج ديال الملابس، انهم ما كيلوحوهمش، انا ما كيلوحوهم فهذوك اللي وريتكم. وكذلك لاحظت حاجه اخرى، حيت كذلك في المحطه يعني القروراس ديال الماء البلاستيك ما كيتلاحوش وما كيجمعوهم، كاين الغوسيكلاج. دايرين الحاجه اللي هي بلاستيك جمعيها في واحد البلاصه اخرى،
والحاجه اللي هي زاج وبقات عندك مثلا ليموناد وعندك هادشي في المحطه بوحدها كتخشيها في داك فواحد واحد 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 هذا ديال الحديد وجامعين في داك الشيء وكيعزلوه. فهذه فكره زوينه كنتمنى انه توصل هذه الاشياء اننا حتى يعني البلدان اللي هي مازال ما وصلتش هذه الاشياء انه يعم التطبيق على هذه الاشياء باش كتكون الشوارع نظيفه جدا. دابا إسكشهر ولو انها مدينه صغيره ممكن انا نكتسرها او تجلس فيها يوم واحد 24 ساعه تجلس فيها كما احنا اللي درنا وتساليها، ولكن هي نظيفه بزاف وناسها بسطاء جدا. هنا كتسمى هنا المدينه كتسمى مدينه الطلبه، انا كتوجد فيها اكبر جامعه اللي كيجوا لها من جميع المدن الاجنبيه ولا التركيه، كلهم كيجيو لهنا من اجل الدراسه. Я просто не знаю, что это.